نعم أيها الأهل والعجوة، شدة وبتزول إن شاء الله. أعلن وزير الصحة عن اكتشاف أول حالة لفيروس كورونا، وبنفس اللحظة اللي بحبوا الشائعات واللي بروجوا للشائعات كانوا حاضرين. قلنا قديش من بداية السنة باعتبار الناس بتحكي عن فيروس كورونا، وقلنا من بداية السنة بنحكي انه احنا مش في منع عن العالم بأي لحظة بدخل علينا فيروس كورونا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف دكتور نذير عبيدات للحديث عن آخر المستجدات. كل التحية دكتور، يعطيكم ألف عافية. يلا عافيك، شكرا لك. هي اليوم حابين نرصد احنا الإجراءات المتبعة من قبل أفراد الأمن العام، الله يعطيهم ألف عافية، المرابطين في الميدان منذ بداية هذه الأزمة. معنا مرة أخرى للحديث أكثر عن إسهامات مجلس الأعيان في جهود مكافحة فيروس كورونا، معنا على الهاتف رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز. أهلا بك دولتك. يا أهلا بيك، أنا أعطيك العافية. الشرف يكون معنا المتطوع في برنامج مهاراتي خلال جائحة كورونا. بلش فيها واللي هي الجولة الأخيرة، هي جولة صوت وصورة، يعني ما حدا رح يطلع خسران، ولكن الجوائز بتتدرج بحسب المركز والمرتبة اللي بتحصلوا عليها. أحمد داموس، نرجع لك من جديد. اهلا وسهلا، اسعد الله المساء نسرين. ما زلنا موجودين في منطقه الصوفيه، وما زلنا مستمرين بتوزيع الاعلام تضامنا مع حمله علمنا عالي. ننتقل واياكم الان الى شبكه مراسلينا في الميدان. انتقل الان الى مندوبي مجموعه الرأي الاعلاميه من اربد الزميل احمد جواد، ومن الصلت خالد العمايره. شرف يكون معنا الصحفي احمد الرواجده واخر مستجدات عمليات التصويت في مدينه العقبه. كيف حالك سيدي؟ كانت سنة صعبة جدا علينا جميعا، جربنا ظروف قاسية، ولكن بحمد الله بعملنا الجماعي إن شاء الله نجتاز كل الظروف الصعبة. كلياتنا أكيد فكر بالنعم اللي كنا عايشين فيها وكنا حاسين فيها، عشان هيك إن شاء الله بس نتجاوز هاي المحنة بإذن الله رح نعرف قيمة النعم وتواصلنا مع أحبابنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنا شر الداء والبلاء والوباء، وأن يسلمنا ويسلم أوطاننا من كل أذى ومكروه، ونرجع نجتمع بأحسن حال بإذن الله تعالى.